باي. رايحة فين؟ العصير اهو. انا عايزة اتكلم معاكي، حطي العصير. اكيد يا انسة ليلى، اتفضلي. مفيش انسة ليلى بعد كده، انا كل اللي بيشتغلوا معايا بيقولوا لي يا لولا. اشتغل معاكي؟ ايوه،
انا اتفقت مع ماما انك من بكره هتجيلي المكتب، همرنك انا وغاده، هنخليكي لهلوبه في الشغل، وان شاء الله هنبتدي بمرتب ب 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ايوه 2000 جنيه، ده 6 اشهر في الاول وانتي وشطارتك بعد كده. اتفقنا؟ ان شاء الله. هستناكي بكره في المكتب 9 بالظبط، ما تتاخريش. اكيد. طب العصير؟ هنشربه بكره في المكتب ان شاء الله. ولو ماما احتاجت اي حاجه تقولي لي. ربنا يخليكي، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ما تتاخريش. لا ما تخافيش. باي باي. مي مي مي، عاوز ايه؟ عايزك تسمعيني. انا عارف لا انسان زباله وبوظت كل حاجه، بس عشان خاطر اسمعيني. نادر خلاص مش عايز اقعد اتكلم في المواضيع دي، انتهى. انت اخرك معايا مواعيد في الكليه، غير كده مش عايز اشوف وشك. مي لغايه اخر لحظه ما كنتش عايز اطلق، انت اللي طلبتي كده. بس بقى كفايه كده، انت بني ادم اناني ومبتحبش غير نفسك. تفهم انت عملت فيا ايه يا نادر؟ تتخليت عني في اهم وقت انا محتاجه لك فيه، بعد ما وقفت جنبك وساعدتك، استحملت حاجات كتير قوي جايه على كرامتي عشانك. في الاخر عملت ايه؟ عملت ايه؟ صغرتني قدام اهلي، قدام الناس كلها. أنا بقيت خلاص ولا عايز أشوف حد ولا عايز أقابل حد. مي أنا من غيرك ولا حاجة يا مي. نادر خلاص أنا مش عايز أشوف وشك تاني، دي آخر مرة تيجي تتكلم معايا فيها. مي أنا لسه بحبك. مي أنا مش مصدق نفسي ليلى. أنت بنفسك جاية عشان تقولي لي إنك بتحبيني وإنك يعني عايز تتجوزيني؟ لا لا بجد أنا بحلم، بجد أنا بحلم. طب كنت بعتي أي حد يتنقلي يعني وأجي لك العمارة وتقولي لي الكلام ده على السلم؟ بحب أوي وقفتنا على السلم. بحب كده أوي. أنا بحلم بجد. حد يقرصني يا جماعة. عارفة؟ أنا بحب أقعد هنا أوي. بحب نيل. نيل جميل أوي. زيك يا ليلى. حلو زيك. سنين طويلة وأنا بقعد هنا لوحدي. وأقعد بقى أتخيل إني بتكلم معاك يعني. ونهزر ونضحك وساعات نتخانق وساعات يعني تغير عليا وكده وغير عليكي واقول لك وتقولي لي هو يقول لي وانا اقول له خلصنا الكلام كله واغني لك الاغاني بتاعتي دي اللي انت عارفاها نقعد بقى نضحك نفتكر زمان لما كنت بقف لك على السلم واغني لك الحاجات الغريبه دي والله انا مش كنت مجنون لما ظهر أدهم كنت فاكر يعني إنك يعني بتحبيه أو يعني هتحبيه يعني وهو هيحبك يعني كده وأنتوا أصلكم يعني شبه بعض شوية كده يعني تكلموا زي بعض تلبسوا زي بعض وأنا بقى يعني لكن خلاص ادم بقى صاحبي جدا جدا احنا بقى اصحاب يعني ده علمني التصوير انت عارفه كده انت عارفه وانا علمته عربي على قد يعني بعلمه عربي على قده قصدي وبتعلم انجليزي كمان عشان لما يزنق في كلمه كده بالانجليزي ولا حاجه اقول له بالعربي يعني. لا بين اصحاب من بكره يا ليلى انا هاخد اجازه واقعد معاكي انت عارفة انا محوش كل اجازاتي عشان شهر العسل نروح البحر
نروح البحر. مساء الخير يا فتحي. مساء النور. انت كويس؟ انا كويس 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 جدا الحمد لله. لله. انت بتحب الزرع مش كده؟ انا بحب الزرع من زمان، بحب الزرع جدا جدا، علشان بيحس باللي بيحبه ومش محتاج غير شويه ميه وشويه اهتمام ويعيش ويكبر كده يعني. صح، الزرع بيحس قوي بصاحبه، ده بتتكلم معاه وبيتأثر. أنا بسمع كمان إن هو بيحب المزيكا، صح؟ وأنا بشغل لهم أغاني ليلى مراد. الله، أنت جميل قوي قوي. أنت عارف، أنت لولا أنت ما كانش العمارة بتاعتنا دي بيبقى فيها الزرع الحلو ده، ربنا يخليك لينا. شكرا. أنت عارف، أنت عزيز قوي عندي يا فتحي. أنت، أنا منيش إخوات ولاد، بس أنت زي أخويا بالظبط بجد. انت عارف، انت اكتر جار بحبه. انا كنت عايزه اعتذر لك لو تسببت لك في اي وقت زعل او اي الم. لا مفيش حاجه، بس هو الالم بتاع الحب ده انا بحبه يعني، ممكن افضل عايش عليه طول عمري. حلو يعني، هو الم الحب ده حلو جد؟ عارف يا فتحي، انا حاسه كده ان انا هفضل طول عمري محافظه على العلاقه الحلوه اللي بيننا دي. يعني انت متصورش انت عزيز عندي قد ايه، ودايما اتمنى ان احنا نفضل كده مع بعض. بس مش انت ممكن يعني الحاله يعني تستمتع بعلاقه الحب دي بطريقه تانية من غير الم؟ يعني المفروض تشوف انت، وبعدين يعني النهاية هتبقى ايه؟ النهاية بقى انت تتقرريها بقى بعد اذنك. يا رب تبقى كويس. خدت الدواء؟ اكيد طبعا. لا، انا هعملك الاومليت اللي بتحبه وناخد الدواء. ايش يا حبيبي؟ انا مستنياك بقالي ساعتين. عايزه ايه تاني يا هاجر؟ فيا نادر بتكلمني كده ليه يا نادر؟ انا قلقانه عليك من بقالي كام يوم يعني، وبعدين انت ما بتردش على تليفوناتي ولا اي حاجه، ومحسسني انا السبب في اللي حصل. يا نادر، انت عارف انا كنت عندك بعمل ايه؟ نادر هي اللي ما ادتش نفسها فرصه تفهم. خلاص يا هاجر، خلاص الموضوع انتهى وخلص، سيبيني في حالي بقى. لا مش هسيبك في حالك يا نادر،
مش هسيبك وتفكيرك عامل كده وتضيع مستقبلك. ما تسيبش اي حاجه تاثر عليك يا نادر. وبعدين انت عارف انا بكلمك بقالي كام يوم ليه؟ ليه؟ عشان بابا حجز لك اكبر قاعه عرض عشان تعرض فيها لوحاتك وتماثيلك وكل شغلك يا نادر. اشكرهولي قوي وقولي له انا عندي ظروف ومش هقدر اعمل حاجه اليومين دول. يعني ايه اشكرهولك؟ انت عارف انا بقول ايه؟ بقول لك معرض بتاعك هيأجر لك قاعة لمدة شهر بدون أي مقابل وتقول لي أشكرهولك؟ نادر بابا مش هياخد منك حاجة غير لما تبيع شغلك واللي هياخده منك 10%. أنت فاهم يعني إيه 10%؟ يعني ولا حاجة. معرض بتاعي؟ أيوة. بس أنا مش جاهز دلوقتي. مفيش بس احنا دلوقتي هنروح تمضي العقد علشان نعرف نروح هنفرش المعرض بتاعك ازاي. لو سمحت ما تضيعش دي فرصه ما تتكررش. اكلمه يلا نروح له. يلا يا سلام. فك بقى. الصبح ان شاء الله اول حاجه هروح اجيب الحاجات دي. وبعدين بقول لك ايه، انا جبت شريحه وجبت جهاز جديد عشان بس ما ازعجكيش معايا. مفيش ازعاج ولا اي حاجه خالص. بقول لك ايه، طمني، مفيش اي اخبار عن ماما؟ مفيش اي حاجه. انا بصراحه تعبت وزهقت وحاسس اني مش هلاقي اي حاجه، فبفكر خلال اليومين دول اسافر.
تستعجلش في قرارك، اصبر شويه، مين عارف يمكن تسمع كمان خبر حلو. ان شاء الله ان شاء الله تسمع على خير. انت من اهله. اهلا وسهلا. ايه يا فنان، ما بتردش على موبايلك ليه؟ بقالك كام يوم قلقتين عليك. معلش انا كان عندي ظروف بس كده وفي المود يعني. لا انا مش عايز اي حاجه تشغلك عن الشغل اللي هنعمله مع بعض. في ناس كتيره قوي شافوا شغلك وعجبهم جدا وكانوا عايزين يشتروا، بس انا قلت لهم لا، ييجوا اول الشهر في المعرض. بشور ده عشاني في اكبر صاله في مصر والميعاد مفتوح لحد ما نبيع كل الشغل. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. ما تقولش حاجه. بص يا حبيبي، انا عايزك دلوقتي يا بطل تمديلي على العقد ده هنا، وبكره من النجمه تجري على القاع وتشوف هترص حاجتك فين وازاي، عشان بعد بكره بالكتير لازم نعمل الافتتاح. بعد بكره بدري قوي، مش هلحق يعني. ما تقلقش انا معاك وهساعدك في كل حاجه. وانا كمان مش هسيبك. طيب امضي امضي فين؟ هنا. بس انا ممكن اقول مبروك من دلوقتي. متشكر يا انكل جدا. تشكرش انت، بس بكره الصبح من النجمه تاخد الحاجة وتطلع على القاعة. ايه رأيك في البروشور؟ حلو قوي. ثانك يو داي. مبسوطة يا عفريتة؟ جدا. يلا. مبروك يا فنان. الله يبارك فيك. خلاص بقى روحوا من دلوقتي، انتوا هتفضلوا قاعدين لي هنا ولا ايه؟ يلا اوكي روحوا ابتدوا الحاجه. يلا يلا بينا. يلا يا they took everything. I don't care about the papers. The problem is with the British passport. Just give me no wait give me a second. I'll call you back. I have a phone call. Bye. الو الو، الاستاذ ادهم الشرقاوي؟ ايوه يا فندم. مين معايا؟ انا الحاج عبد المقصود حسنين. انا قريت الاعلان اللي سيادتك نشره في الجورنال. الست ليلى الدرديري والده حضرتك تبقى خاله الحاجه ونيسه مراتي. خاله ونيسه مراتك؟ طب وانا اتاكد من الكلام ده ازاي يا فندم؟ تأكد. هو أنا أهزر معاك يا ابني؟ طيب يا سيدي، مش أنت أدهم الشرقاوي اللي كنت عايش في لندن؟ أيوه صح. أهو شفت بقى؟ ده إحنا فرحنا قوي لما شفنا صورة الست والدتك الست ليلى في الجورنال، وقرينا اسمك كمان. دي الحاجة ونسة هتتجنن ونفسها تعرف عنكوا حاجة. إحنا بقالنا زمن بندور عليكوا. دوروا عليا؟ بتدوروا عليا إزاي يا فندم؟ الحاجة ونيسة هتتجنن عشان تكلمك، وعمالة هتخش اهو. خد يا ست. هو ايوه. الو ايوه يا ادهم. مساء الخير يا فندم. ازيك يا حبيبي؟ انت متأكد ان انت ادهم ابن خالتي ليلى؟ انا ونيسة بنت خالتك عائشة. يا حبيب قلبي الحمد لله على السلامة، انت فين؟ انا في القاهرة يا فندم. يا حبيب قلبي مش فاكرني انت طبعا يا ادهم، بس معلش ان شاء الله هشوفك. اديني بقى العنوان. خد عبد المقصود معاك اهو، ادي له العنوان واحنا هنجي لك على عنينا. اتفضلي. الو ايوه يا ادهم. ايوه يا فندم. انت يا ابني قاعد فين في مصر وانا جا اخدك؟ لا هو يعني ما تتعبوش نفسكوا، انا ممكن تقول لحضرتك انتوا فين وانا ممكن اجي لكم كده. طيب خد عندك العنوان. ايوه يا فندم. اكتب يا سيدي عزبة عبد المقصود حسنين. عزبة الحاج عبد المقصود. ايوه. الزقازيق الشرقية.
على الطريق على طول. ألف مين يدلك؟ ماشي يا أدهى، مستنيينك. تمام يا فندم، نتقابل بسرعة جدا إن شاء الله. لا لا، أنا مبسوط جدا. شكرا 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 يا فندم، شكرا. الزقزيق. شفتي يا ونيسة؟ بجد هو؟ شفتي؟ أنا مش قادرة أصدق نفسي إن أنا كلمته. سبحان الله. لا 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 لا، ده أنا مش عارفة أقول إيه، وحشني أوي كده. إن شاء الله ربنا يجيبه لنا بالسلامة يا حبيبي، ونعرف مصير خالتك ليلى إيه. يا رب يا رب يجمعنا معاه ومع خالتي كمان، يا مجمع الشتيتين جمعنا معاهم على خير يا رب. أنا قلبي مرتاح والله يا ونيسة. ما قالش هيجي إمتى؟ ربنا يسهل، بكره ولا بعده. هو ما قالش، بس هيتكلم وهيجي. يا رب يا رب. ما خدتش عنوانه علشان نقول حلقة؟ طيب هو قال لي هو اللي هيجي يا ست. لا اله الا الله، انت هتقعدي بقى تشغلينا ليه يا ونيس؟ اهدي كده، اهدي، صبرك بالله. ليلى الو، انا اسف، انا صحيتك؟ لا ابدا، انا صاحيه. انا اسف جدا والله، بس انا يعني كنت لازم احكي لك على حاجه ومش قادر اني استنى لغايه بكره الصبح. خير في ايه؟ اهل امي. مش معقول بجد؟ كلمتك بنفسها؟ لا هي ما كانتش موجوده هنا، بس اللي كلمتني بنت خالتي وجوزها، وقالوا لي هم فين والمفروض هنتقابل اليومين دول. مش معقول، مبروك، ألف مبروك. ما تتصورش أنا فرحانة لك قد إيه بجد. بس خلي بالك اوعى المرة دي تطلع مقلب تاني ليك. ربنا يستر. لا بس أنا عندي إحساس إن المرة دي مش مقلب، غير إنهم قالوا لي على حاجات ما حدش كان عارفها. طب هايل هايل، الحمد لله، ربنا معاك إن شاء الله. طب وهم عايشين فين؟ عايشين في حتة قالوا لي عليها ثواني، بيقولوا لي إنها قرية صغيرة وعزبة في الزقازيق. الزقازيق؟ هي بعيدة الزقازيق دي؟ لا لا مش بعيدة، دي ساعة ونص ساعتين بالكتير. بس يعني في أي حتة في الزقازيق؟ في الزقازيق نفسها ولا في قرية جنبها ولا فين؟ لا ما قاليش، هو قال لي إني أصل على الطريق هناك وأكلمه، هو هيوصف لي بعد كده أخش إزاي. ربنا معاك إن شاء الله، كل حاجة هتبقى كويسة. أنا مبسوطة قوي بجد. طب بقولك أنا ممكن الصبح قبل ما أروح الشغل أوصلك الاسم تستلم حاجتك، وبعد كده أوصلك عشان تركب حاجة تروح الزقازيق. ماشي؟ تصبح على خير. عمك ايه بقى ان شاء الله؟ وكان فين ابن عمك ده من زمان؟ انت بتزعلي دلوقتي يا ميدي؟ عادي، ما انا متقدمني ناس ورفضتهم. ايوه انت ياما رفضتي ناس، بس ده ابن عمك، ابوك اكيد اكيد هيوافق. ما هو كان بيوافق على اللي قبل كده وانا كنت برفضهم. انا بس دلوقتي بقول لك عشان ما تقولش بتخبي عليا ليه. هتعملي ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟ طبعا هرفض، بس لازم نعرف مع بعض هفضل ارفض كده لحد امتى. لحد امتى يعني يا سما؟ يعني لازم انا وانت نعرف يكون في ميعاد بينا يكونوا عارفينه، عشان ما ينفعش افضل مخبيه عليهم كده. والمفروض بقى ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح لابوك واقول له ايه؟ على الاقل انا لازم اخلص دراسه عشان اعرف اروح لابوك واتقدم لي. عمره ما هيوافق وانا كده. ماشي حبيبي انا عارفه، بس الموضوع دلوقتي مش زي زمان. بص اقول لك حاجه، انت قابل بابا
واتكلم معاه، على الاقل يعرف انك عايزني بعد لما اتخرج يبقى قبل رسمي. قابل باباكي دلوقتي واقول له ايه بقى؟ ان شاء الله اقول له انا لسه بدرس، وان شاء الله لما ربنا يرزقني بشغل هبقى ارتبط ببنتك وافتح لها بيت. انت عايز ايه دلوقتي يا ماجد؟ يعني ايه المفروض اعمل ايه؟ طيب بقى انت قلت ان اهلك هيساعدوك. اهلي هيساعدوني؟ ما قلتش حاجه. بس هيساعدوني بكام؟ اخرهم خالص 4-5 آلاف جنيه حق الشبكه وبقيه الحاجات، يعني اعمل فيها ايه؟ ده لسه هم ما يتلم. وبعدين يعني يا سما انت عايزاني خلاص يعني نتجوز كده على طول؟ امال هتجوز ازاي يعني يا ماجد؟ مش فاهمه. على فكره لسه قدامي احلام كتير لسه ما حققتهاش، لسه قدامي البند، ولسه قدامي المشروع اللي كمان لسه ما خلصتوش. ماشي يا ماجد براحتك، استحملنا شويه يعني. ماشي خلص كل اللي وراك وانا مستنيه. ثواني، انت رايحه فين؟ مروحه عشان بابا مأكد عليها ما تأخرش، انه اكيد مش مبسوط من اللي انا بعمله ده. طب استني بس العيال هيجوا بعد كده هروح اوصل. لا معلش انا عايز امشي لوحدي. سما لو سمحت. معلش سلام. يا سما في ايه؟ مالها؟ زعلتها ولا ايه؟ يا عم ما زعلتش حد ولا حاجه، ان عمها متقدم لها وان شاء الله ابوها هيوافق. صح كان هي ماشيه زعلانه وقمتش وراها. قوم امشي وراها ولا اجري وراها عشان خاطر تقول لها اي حاجه؟ هي مش عايزه حد يمشي معاها. بعد اذنكم بس يا جماعه انا همشي، وبعد كده انا وعندي مشروع بس لازم اخلصه. طب بس اقعد بس، ما انا مش عايز اتكلم مع حد بعد اذنكم، معلش بقى حاسب لي. يلا سلام. طب كلمها بالليل صالحها. محدش مرتاح، حتى الكويسين مع بعض عندهم مشاكل. كل الناس بقت عندها مشاكل، بقى عندها مشاكل لدرجه ان كل الناس بتموت بعض دلوقتي في الشارع عادي قدام كل الناس. الهدير اللي بيحب حد اليومين دول بيمسك فيه بايده واسنانه، زي ماجد وسما بيحبوا بعض قوي، وبكره هتلاقيهم واقفين جنب بعض متصالحين ولا كان في اي حاجه حصلت. طب وانت مش هتحكي لي على احكي لك على سيك تعرف؟ ما انا هعرف. هعرف يعني هعرف يعني ايش يعني؟ هو مش وقته. هعرف. هبقول يوم خير علينا كلنا يا رب. صباح الخير. البيت وحش قوي يا بابا، وحش عشان انت زعلان يا ابو علي، وانا مش كويسه، ومي كمان مش كويسه، تعبانه قوي ومحتاجه لك بابا. انت ربيتنا وعودتنا ان احنا واحد في الفرح وفي الزعل، عمرنا ما هنبعد عن بعض. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. طيب انا نازله كذا معرض جرافيتي عشان الرساله بتاعتي، وغالبا هتاخر. بعد إذنك يا بابا. ربنا معاك يا حبيبتي، وهطمن عليكي بالتليفون. خلي بالك من نفسك. حاضر. باي باي. ربنا يخليك لينا يا أبو علي. إيه ده؟ ايه الدال اللي بتشاور دي؟ لا 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 لا، انا مش واخده على كده. ممكن يا بابا احلق لك؟ فاكر زمان لما كنت تقيس ماما وما تحلقش؟ احلق لك يا ابو علي. انا هجيب العده. تمشي
تمشي تروحي فين؟ احنا مش قاعدين مع بعض شويه ولا ايه؟ لا معلش لازم اروح. سمسم صحي بقى. ماشي هاخد هدير معايا. ها يلا يا اخي صبري. يلا يا روحي هات لي حاجه اشربها وانت جاي. ماشي هو فيها سمسم؟ مالك يا حبيبتي؟ زعلانة مني؟ لا زعلانة ولا حاجة يا مالك. انت لسه زعلانة انا عارف. لا بس كل حكاية انا عايزة هدنة شوية. هدنة؟ هدنة من ايه يا سامة؟ من انا؟ ايوه يا مالك. فترة بقى نركز فيها على مشاريعنا ونخلص عشان نتخرج. وكفاية وقتنا اللي ضاع في البروفات والحفلات. يا حبيبتي انا من ساعة ما زعلتك ومش عارف احط سكتش، يعني مش عارف احط قلم في سكتش. حقك عليا انا اسف. طيب اعمل ايه؟ سامحيني بقى. فكيها عليا شويه. حياتي النبله تفكيها. ده انا ماجد. طب اغنيها لك؟ ماجد يا ماجد يا ماجد. يلا بقى انجزي. طب يلا يا اخويا عشان اهلي مرخمين لازم اروح. يا دي اهلي اللي مرخمين. طيب بس هنقعد مع بعض شويه بعد كده اروح. فكيها بقى. يلا بينا نلحق العيال نشرب معاهم حاجه. فله فله كده. يا حلاوه الدنيا يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. وريني بقى كده جمالك يا خراشي. وشك نور يا بيضه. الله وحشتني البوسه الحلوه الطريه الناعمه دي يا حبيبي. يا بابا نورت يا ابو علي. يا جميل انت ورحمه ماما. يا بابا تسامح ماما. هي غلطت واعترفت ووعدت انها مش ممكن تعمل اي حاجه غلط تاني ابدا. وهي هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ ما احنا كلنا بنغلط. وانت بتقول ان البني ادم لازم يتعلم من الغلط. وهي اتعلمت وخلاص مركزه في الرساله بتاعتها وهتبقى زي ما نفسك تشوفها بالظبط. اه والله يا بابا. خلاص يا ليلى خلاص. اذا كنت وانا وسطيكم حصل كل ده امال لما اموت هيحصل ايه؟ يا بابا بعد الشر عليك ربنا يخليك لينا. ما تقولش كده وحياتك. يا بابا احنا كلنا لبعض واحنا لينا غير بعض يا بابا. غمه وراحت بقى. فضها سيره وخلينا نشوف حياتنا وان شاء الله ان شاء الله بكره احلى. حبيبي انت عارف انا بفكر في ايه؟ ايه رايك لو تنزل القهوه بس من غير ما تشرب شيشه؟ تشوف اصحابك كلهم بيسالوا عليك. ماليش نفس يا ليلى اشوف حد ولا اقعد مع حد. طب تصدق بقى وتامن بالله انا خايفه قوي على عم محمود. ده كل ساعه والتانيه بيسال عليك نفسه يشوفك ويتكلم معاك. تعالى ننزل له. يلا يا بابا قوم تعالى ننزل نشوفه يا اخي. قوم يلا. ماليش مزاج يا ليلى. ماليش مزاج. ما تغصبيش عليا عشان خاطري يا بابا. يلا يا حبيبي عشان لازم انزل مع ادهم اوصله. يلا يا حبيبي. واحد اتنين واحد اتنين انت يا بابا نور العين. واحد اتنين واحد اتنين.
آسف جدا، أنا آسف. راحت عليا نومة والنبه فصل. معلش. مفيش مشكلة، أنا أصلا أنا جاي بدري. طيب. بس لو عايز ممكن نخليها يوم تاني لو. لا 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 ليه؟ ما أنا اتصلت بيهم قالوا لي إن هما نفسهم هيتأخروا، فإحنا يعني لسه عندنا وقت. طب تمام. ممكن مثلا نطلع نتفرج على المعرض اللي في القاعة اللي فوق، إيه رأيك؟ ممكن، أنا أصلا مشفتوش. أنت فطرتي؟ فطرت أنا، ما ينفعش أنزل من غير ما أفطر. ما ينفعش أنزل من غير ما أفطر. معلش أنا بنفس نصلي على الناس اللي عندها أهل بقى وعندها فطار وغدا وعشاء والحاجات دي. طب يا ساتر ليه بتنفسن ليه؟ أنت مش قايل إنك عايش مع باباك؟ ما أنا مع بابا يعني، ببقى أنا واخد بالي من بابا وهو بيخبله مني. أحياناً بروح أقعد بقى مع ناس صحابي في شقة في وسط البلد أو في عوامة في الكتكات، يعني شوية وشوية. أوكي. بس هو الواحد صعب يبقى يعني يعيش مع أهله بعد 30 سنة، بتبقى رخمة شوية. هو أنت معدي 30 أصلاً؟ يوه يا جدو. لا يعني أكتر شوية. أصل أنت يعني شكلك أخرك 27 مثلاً. لا يعني زوديهم 5-6 سنين كده كمان. 32؟ بالظبط 32. مش باين خالص. معلش كل الناس بتقول لي إن شكلي صغير، هعمل إيه طيب؟ معلش. أنت عندك كام سنة؟ أنا 27. 27؟ لا طبعاً شكلك أصغر عليك، شكلك 20 مثلاً 21. حسين جداً. هاي ماي، إزيك؟ أخبارك إيه؟ هاي. أهلاً وسهلاً. تعرفينا؟ إزيك؟ تمام. باسم نادر هاجر. أهلاً وسهلاً. نادر. فرصة سعيدة يا باسم. أسعد. بجد المعرض بتاع نادر بكرة ولازم تيجوا. طبعاً. الساعة 7. تمام جداً. ماي لازم تيجي. نادر العدوي. طيب ده أنا معرضي في القاعة اللي جنب معرضك على طول. القاعة الصغيرة. ما خدش بالي. طب مش مشكلة، احنا ممكن برضه نبقى نعدي نشوف شغل بعض وكده. إن شاء الله. هنستناكوا أكيد. طبعًا. أوكي. طب احنا يلا. يلا. اتفضلي. هنستناكوا بكرة. أكيد. نادر. لازم تبقى تيجي تشوف شغل. وأنا كمان عايز أشوف شغل. نادر. نادر. في إيه؟ مفيش. طب يلا يعني، ما زمان العربية جت، عايزين نلحق نفرش المعرض. يلا. عايزين نوزع دول. بكرة المعرض بتاع مستر نادر لازم تكونوا موجودين، أوكي؟ لازم بكرة تيجوا تحضروا المعرض. بكرة المعرض بتاع مستر نادر لازم تيجوا بكرة، أوكي؟ يلا باي. يلا. ايه ده؟ الحمد لله على السلامة يا أبو علي. الله يسلمك يا ابني. عامل ايه؟ الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. أنا جاهزة. يلا بينا. أنتوا رايحين فين؟ اسكت، أنا ما حكيتلكش. امبارح جالي تليفون من ناس قالوا إنهم قرايبي. إيه؟ وساكنين في الزقازيق. والمفروض هروح أعدي دلوقتي بس على البوليس، اسم البوليس، أجيب بس الحاجة بتاعتي اللي اتسرقت دي. أيوة. وليلى مشكورة طبعاً تطوعت وقالت لي إنها هتوصلني على محطة الأوتوبيس. قولي يا بابا، هو أنت ما تعرفش إيه الكرة اللي جنب الزقازيق؟ والله يا بنتي في كذا قرية جنب الزقازيق، ما قالكش فين؟ لا هو بصراحة ما فيش عنوان، هو قال لي بس أصل لهناك وأسأل على عزبة الحاج عبد المقصود. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا فتحي؟ صباح. بتقول لك ازيك يا فتحي؟ ان شاء الله بس المره دي بقى ما تطلعش نصبايه زي المره اللي فاتت. ان شاء الله. لا ان شاء الله خير ان شاء الله. تحب اجي معاك؟ لا لا ازاي؟ الطريق متعب جدا، وبعدين انا كلها كام ساعه كده وهرجع على اخر اليوم. خلاص بتفضلوا انتوا، انا هقفل. يلا يلا, يلا عشان انا تاخرت قوي على الشغل. اتفضل. سلام يا بابا. عايزك يا ابو علي. حبيبتي. انا والعذاب هو هواك عايشين حلوة.
تهديني.